دخل معاه والله وما سابوش في الكره اللي فاتت تشير وهجمه زبلكويه. نخلي بالنا بقى نخلي بالنا ولسه كره معاك سهل على نفسك اتلعبت حلوه الكره اللي فاتت من حازم. وحازم يروح على طول يغير لعب. يا ولد يا ولد يا ولد اتعملت والله حلوه من اليمين للشمال وهجمه زبلكويه على طارق وجمال حمزه ومين يشوط لكن اتخطفت على اخر لحظه. كانت عامله جمله تكتيكيه والله زملكاويه حلوه قوي وهدوء الاعصاب هنا حلوه وهوبا ورجله الشمال استعجل فيها شويه محمد عبد الواحد لكن لازم يشوف ان هو لعيب شاوته. وهجمه للاتسيو وثلاث اربع نقلات لكن تطول والرئه الزملكاويه تقطع تامر وتامر بيلعبها لحازم وحازم ترقيصه كده وعايز يعدي من ياب الكامب. ده مشكله ياب الكامب مشكله ياب الكامب واعمل اللي قلت الحته ده لعب حليم وعبد الحليم بيلعبها لاحمد صالح واحمد صالح احمد صالح يا عصورة دي يا عصورة دي يا جمال يا حمزه يا 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 على الكره اللي فاتت دي وهوبا في المدرجات لكن عملها والله حلو حلو حلو. احمد صالح تعدي اهو تعدي من قده المشاهد وترجع لجمال حمزه حته بالارض كده بقى ده كلام الشبكه كلها فاضيه لك يا جمال وتيجي في العرض حظك بقى معلش لكن اتلعبت حلوه حلوه وقفها والله حلو واستنى عليها تحت وشاطها بجراه لكن فرصه كبيره جمال يا حمزه كنت هتبقى جمال لاتسيو فانا هنسميك جمال لاتسيو الكره اللي فاتت دي لو دخل الجول. كل واحد اللي يجيب الاجوان ده مسمينه باسم النادي اللي جاب بيه الاجوان. طارق قده المشاغب ويخش يلعبها 1 2 جامده مع كورادي وكورادي بيعمل 1 2 مع كيزا ويلعبها ناحيه الشمال. اوعى ده اوعى ده لكن شوطه قنبله قنبله بنفرديني شايفها لعيب يا جماعه لازم يتمسك. شايفين حطها ازاي والتصميحه هوبا عامله ايه برايحه وبتلف لجوه تحت عشان ماليه في وش رجله زي ما بتقول بلغه كره القدم. يا 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 على الكره دي 41 دقيقه تقريبا والتعادل بدون اهداف ولكن نادي الزمالك النهارده احسن من لاتسيو حقيقي يعني ماسك الكره اكتر وفرصه اخطر وتحركاته احسن وبيلعب باعصاب هاديه وبيحط الكره على الارض وبيلعبوها من رجل الرجل جميله جدا. تامر تامر ويلعبها تاني حلوه ناحيه الشمال جمال وطارق 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 جول 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 طارق لاتسيو طارق لاتسيو جول 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 لحضراتكم الاجوان هي اللي بتجيبها الشوط جوه الجول طارق السيد الشهير طارق لاتسيو والاعلام البيضاء اهي ومعاها اعلام حمراء وحاجه جميله جدا 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 وجول زملكاوي في لاتسيو الايطالي. لا يعني جول حلو 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 يا ولد يا ولد يا طارق في الدقيقه 41 شايفها ايه بروتسي اتفرج عليها من زينا وجابها من الشبكه هاتها من الشبكه يا بروتسي وبسرعه جوه جول طارق السيد في الدقيقه 41 من زمن الشوط الاول من قنبله زملكاويه لطارق لاتسيو. طارق لاتسيو جاب جول جميل يا 1-0 للزمالك. عايزين بقى نشوف الماتش كده يحلو بقى ونشوف احسن من كده واسرع من كده كمان لكن والله انا بقول لحضراتكم الزمالك لاعب ماتش حلو قوي قوي النهارده وماسك الكوره بيلعب باعصاب كبيره. ايه بقى السبب؟ لاعب بطل افريقيا ولعب ماتشات كثيره واتحط في مواقف صعبه واعصاب صعبه وجماهير كبيره وماتش هنا وماتش بره كل الحاجات دي فرمت اللعيبه كده ودخلتها في الفورمه فورمه الماتشات وبقى عندهم خبره كبيره. لاتسيو بقى مش لاتسيو الماتشات اللي جايه وهنتكلم عليه. وان تو هات حلوه يا ولد يا تامر واحمد صالح. طب هو طارق جاب جول وانت هتعمل ايه يا احمد؟ وهتعمل ايه والله كمان اثنين قصيرين ماكرين وهوبا قضوا عايز يوقف لكن لسه كره في الملعب ده يعني عاملها بثقه زايده جدا 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 وتصليحه وتصليحه ومين يشوط ومين يشوط يا جماعه لسه جوه 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 وحازم 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 ومين تاني وهوبا بروتشي يا ولد يا بشير الله بقى ايه ده بقى مين لاتسيو بقى ومين الزمالك ده مين لاتسيو ومين الزمالك ماتش حلو 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 وسخن قوي الزمالك بقول لحضراتكم من الاول والله جامده جدا وبروك وقع على وشه وقع على وشه يعني ده جون كبير وجون منتخب ايطاليا كمان كروتسي لكن الزمالك وهنشوف دلوقتي مانشيني طبعا هيبقى في كلام جامد قوي بين الشوطين في وسط اللبس وهجمه ثانيه نشوف الزمالك داخل ازاي يعني فعلا يا جماعه الماتشات البطولات واشتراكك يا ولد حازم ولسه متعور يا حازم على بالك مش ممكن
مش ممكن ده وش ودماغه يعني مش ممكن مش ممكن عمال يخش كان دخل عليه جامد قوي الكره اللي فاتت داخله جامده جدا جدا ونشوف الحكم مديها ايه مديها فاول ادي قدامنا اهو شوف الحكم عملها ازاي لما وحطها بالرجل يا على الكره اللي فاتت دي مش ممكن مش ممكن حازم يعني لازم يعمل حته كده تابلو فني لازم يعني مع ستانكوفيتش عملها مع ستانكوفيتش اللاعب الغتافي دخل فيه جامد قوي ستانكوفيتش في الكره اللي فاتت وتبقى رام لكن هو لازم يلعب يعني حتتين كده عشان الفن والهندسه لازم برضو اللعيب المهاره العاليه دي تبقى حاجه جميله جدا لكن الصراحه النهارده تحس ان في انسجام بين لاعبي نادي الزمالك وناقصين برضو قوه ضربه النهارده مش موجودين حسام وابراهيم وبرضو المجموعه مدحت عبد الهادي والمجموعه وابو العيله كل دول ناقصين برضو النهارده في نادي الزمالك ورغم كده نادي الزمالك بيلعب مباراه جيده جدا جدا ومفيش شك ان كان هذه القوه اضافه كبيره طبعا لنادي الزمالك دقيقتين وقت بدل ضايع راح حلو قوي بشير طارق السيد ونغيب برضو النهارده كان طارق السعيد هنلعب هيلعب النهارده وكنا عارفين انه هيلعب وحلوه 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 تامر وحلوه وحلوه عبد الحليم هوبا كمل بقى كمل بقى يا جول 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 جمال اسيو جمال اسيو 2-0 للزمالك ويبدو في الافق ان ستكون هناك نتيجه كبيره لنادي الزمالك وهنشوف عبد الحليم اهو وهوبا غلطات قاتله من حراس المرمى والمره دي بيلحقها جمال ويجيب جون جميل والشبكه بيجيبها من الشبكه بيروتي ويطلع على طول دفاع نادي الزمالك وصحوه كده بعد الجون كمان لازم نخلي بالنا من بعد الاجوان بيبقى في صحوه كده للفرقه يا ولد يا عبد المنصف يا ولد عبد المنصف ما حدش يشوف تاني بقى ما حدش يشوف تاني وبره 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 الصواريخ بيشوطوا من بره ال 18 طريقه اللعب عندهم كده ليه بقى الدفاع في الفرقه دي طريقه قوي جدا 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 فبيبقى مقفل تديني بس عامل ايه صاروخ 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 لكن عبد المنصف تصرف احمد صالح جمال احمد صالح ثلاث اربع نقلات زملكاويه وماسكين نص الملعب وكده على طول مانشيني لعب كل فرقته فيوري مش فيوري وكلاوديو لوبيز وجوتاردي وسورينو وكوتو كله وهوبا خد على صدرك واديها بقى وهوبا الثالث يا راجل الثالث يا راجل الثالث يا على الكوره دي يا على الكوره دي ديني باجيو وهو بيبتدي الهجمه تامر عبد الحميد بتاع لاتسيو على فكره ديني باجيو وكره طويله ويخش قبل كلاوديو لوبيز تتقطع وشايفين الكره بالرجل الرجل عامله ايه يا جماعه خليك تلعب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جمال يا ولد واحمد صالح دويتو جميل جدا معمول من ناحيه الشمال وهوب عبد الواحد وبيديها جاي من ورا طارق وهارد لك لكن ثلاث ارض ايه النقلات الجميله اللي بيلعبها الزمالك حقيقي يعني يا جماعه بيلعب ماتش جميل 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 حقيقي يعني مفيش شك يعني ماتش حلو 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 مش بس مكسب واداء راقي جدا في الملعب وكل ده يا جماعه من المشوار الطويل قوي الديربي الفظيع اللي عمله نادي الزمالك او الماراثون اللي عمله في بطوله افريقيا لازم بيبقى ليه ادي نتائج وادي كل اللاعبين فرصه كبيره جدا مستر كابرال النهارده وادي فعلا خارج عبد الحليم وادى اداء يعني كل لعيبه نادي الزمالك حقيقي النهارده لعبوا مباراه طيبه جدا جدا وخطره وجون وجون وخطره وزي ما بقول الثقه الزائده الثقه الزائده يا جماعه مش ممكن مش ممكن يا جماعه اللي بيحصل ده يعني ليه خساره 2-0 احلى وكده هيديهم فرصه ان هم يلعبوا اكتر واحسن ويخشوا اكتر وتبقى مشكله كبيره جدا جدا لفريق نادي ادي سورين بيجيب الهدف في الدقيقه 37 سورين بيجيب الهدف شوف كره مش ممكن يعني وتخش جوه جول سورين المدافع الظهير الايسر بيجيب الجول في الدقيقه 37 من زمن الشوط الثاني فده كلام يا جماعه لسه لاعبين ماتش كبير قوي وحلو قوي خساره يعني خساره لازم الزمالك يطلع فايز النهارده مش بغلطه كده يعني استحمل كان خمس ست دقائق كمان كان الماتش خلاص خلص لكن طبعا